خلف القضبان بين شرف القبيله ومخاوف عيبها الاسود بقيت المراه الجوفيه جيلا بعد جيل وحتى وقت قريب لم يكن لها ان تتجاوز الجدران والجهات ولا لعدسه الكاميرا ان تصل الى هنا قد لا تكون هذه الصوره كافيه لتدل على نشاط نسوي وان بدا متواضعا لكنه يمثل الكثير في مجتمع ذكوري طالما كبل المراه وقلل من مكانتها على مدى عقود في الاول ما كانت المراه تتعلم ما كانت اذا درست اذا ثالث رابع ابتدائي سادس يعني قلت كسبانه فيخرجوها لا كانت تاخذ رايها في الزواج لا كانت تثبت وجودها في المجتمع كانت تؤدي واجبها ولا تاخذ حقها محرومه بمعنى الكلمه على مدار عقود وليست سنوات من معتقل العادات والتقاليد الى المشاركه الفاعله وتدبير امور الحياه لقد انتصرت المراه في الجوف اذا ومن خلال التدرب على اشتغالات ومهن مختلفه صارت شريكا وسندا لتوأمها الرجل في محاولة التخفيف من أعباء يوميات قاسية في ظروف بالغة التعقيد اليوم سيستطيع هؤلاء الطالبات أن يساعدن أهلهن في الدخل الأسري بهذه النقوش وهذه الكوافر نسب كبيرة تحصدها الفتيات في مقاعد التعليم تقول العدسة بعد عقود من التجهيل غابت فيها المراه خلف هذا السواد حبيسه لعادات وتقاليد سلبيه كثيره غير انها اليوم اكثر حضورا وفاعليه لا سيما وقد تجاوزت محاذير ومخاوف المجتمع وصارت هي الطبيبه والمعلمه ايضا الدكتوره والاستاذه والمهندسه وهذا يدل على ان بنت الجوف خرجت من القوقع الذي كانت تمثله داخل البيت او داخل المزرعه في تربيه الاغنام انما الان انطلقت الى ميدان التنميه وميدان العمل انها نصف المجتمع او هكذا الحقيقه ان لم تكن المجتمع بحد ذاته تختلف الصيغه لكن الصوره شاهده على واقع الشراكه الفعلي بين الرجل والمراه وما آلت اليه المتغيرات والظروف في مجتمع كانت تمثل المراه بالنسبه له عقدا كبيره تغيرت الاحوال والقناعات وتبدلت الرؤى والزمن وحده كفيل بالجديد على الجرادي قناه بلقيس الجوف